السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. ان شاء الله يكونوا فيديوهاتي اللي قبل عاجبينكم، وهذو اللي راني ندير فيهم ان شاء الله يعجبوكم. البنات قولوا لي اذا نكمل في المواضيع اللي راني ندير فيهم ولا نبدل. المهم قبل كل شيء خليوا لي اعجاب الفيديو، واللي جديده تشترك في القناه وتفعل الجرس. اليوم جيتكم في الفيديو هذا اللي هو مشتريات اختي ملابس تاع الخرجه تاع جهازها. اول شيء راح نبدا بهذا الانصومبل اللي بزاف انيق. شوفوا هذا، ما على باليش السعر تاعو قداش، انها وسط جابوه لها من فرنسا. هذا تنجم تلبسه في العقد، تنجم تلبسه في كي تكون عندها مناسبه هكا سبيسيال. راح نعطيكم لي شوميز اللي تنجم تلبسهم معاه. البنات لازم تكون عندكم انصومبل ما يكونش كلاسيك بزاف وما يكونش سبورتيف. هذا جا بين بين وجا كلاس، سورتو هي كي لبساتو جاها ما شاء الله. راح نعطيكم لي شوميز. لا شوميز الاولى هي هكا، جات تتربط في العنق، راح ندورها لكم تشوفوها من لورا. جات سامبل انيقه كي تتلبس، راح نعطيها لكم من الوراء. من لورا فيها فيرميتور اكلير، وفيها الخيوط اللي تربطوا من لورا. جات سامبل ايبو، عجبتني بزاف. بالنسبه للثانيه جات هكا بيضه، وجات فيها لي بوتون اللي تقفلوا بهم، جاوا عباره عن دي بيرل كولتور. هاهم راهو يبانوا لكم. ومن الفوق جات كول في، ولو في هذاك مقفول بال دونتيل، عفوا بتول هكا سامبل. هذه سقمت لها في 500 ألف. هذا الجيلي اللي جا طويل وعريض، جا لا كولور روز جولد، جا طويل بزاف، يجي مع الكعبه تاع الرجل، وجا من الفوق لارج جو شوف سوري. هذا شريته من بوبايا 280 ألف. هذا تنجم تلبسه مع اون روب دروات ولا جوب وشوميز كورت، ولا تنجم ما مع انجينز مع امبول. تنجم تلبسو مع قداش من حاجة، مام لي يروحو فواياج في لي زوتيل ينجمو هذا يهبطو بيه مع اون غوب سامبل، يجي بزاف مليح. ولا تكوني عندك سهرة خفيفة في رمضان تنجمي تلبسيه في بلاصة العباءة. عجبني بزاف واكيد راح نشري حتى انا واحد. البنات هذا البيول ثاني روز جولد، شراتو من زين، ما شفتش واش من بوتيك شراتو. هذا جا فيه هذاك الكاري جيت صدر بالقماش هذاك اللي يجي معدس. هذا شراتو لما اظن 400 ألف. انا بان لي غالي شويه بصح هو كي تلبس ماشي كيما دركا راهو يبان لكم كيما تريكو دو بو تاع بابا. كي تلبس يجي بزاف ستيل. لبساتو مع انجينز بلون، قيساتو جاها مليح، وثاني مع جين بلو جا ثاني روعه. ثاني هاد لافيست جات كورت شويه، فو كلاسيك، ماهيش كلاسيك وماهيش سبورتيف. جات بين بين، تنجم تلبس مع كونفرس وما تنجم تلبس مع سوندال. تحبي تلبسيها مع حاجة تجي خفيفة سبورتيف جين ولا، ومن طون تنجمي مع البنطلون كلاسيك يجي بلون، وديري لها لتحت حاجة بلو سيال ولا تلبسيها تحتها، ولا مام بول روز جولد اللي قبل هذه يخرج عليها بزاف. هذه خلصتها 300 ألف من بوبايا حتى هي. البنات قبل ما ننسى، كاينة وحدة قالت لي باللي قاعدة تضحك، قالت لي بوبايا ما عمبالش بلي يبيعوا كوسميتيك. شوفوا البنات اللي يسكنوا في ارجي كيروحوا بوبايا سواء تاع الشراقه ولا تاع الجرف، كي تدخلوا توصلوا قدام لاكاس وين تخلصوا،
تلقاو ثما فيترينا صغيرة، تلقاو لي بارفان دو كور، تخيلوا ثما مكتوب فيهم لو بري 140 ألف. ثم تلقاوهم، انا ما قلتش بلي تبيع كوزميتيك، بصح قلت لكم بلي تبيع هذيك. جيسبر تروحوا وتلقاوها. البنات شوفوا هذا البنطلون اللي عجبني بزاف، حتى هو فو كلاسيك، اللي يجيو لارج من فوق، فيهم لهنا يتربطوا ان ماهيش باينه بزاف، من تحت يمشي ويضيقوا. هذا عجبني بزاف، وعجبني لو بري تاعو 140 ألف، وخاصة عجبني كي لقيتو إنتاج محلي. نفرح بزاف كي نلقى منتوج جزائري. هذا مصنوع في الجزائر، لا كاليتي تاعو توب. أنا شريت زيو، ما شفتش وش من كولور، خلصتو 380، أنه ما هو جزائري وهو نفس تيسو. عجبني بزاف، هذا مشري من الجزائر، لهنا مازال ما لقيتش كيفو. البنات هاد لاشوميز ثاني اللي خليت لكم، السعر تاعها يبان لي هو 200 ألف. هذه صناعة تركية، جات 3/4، فيها دي بوتون صغار، جات طويلة من لور أكثر من القدام، بزاف ستيل كي تتلبس، سيرتو محجبين تجيهم مليحة بزاف. هذه شريت معاها ان بلو جين، دوك نعطيه لكم، خلصتها 200 ألف كيما راهم واضحة. بركة لازم تشري لها ان سوبول يكون في الصومون باش يخرج عليها، باسكو ترونسبارون هذه هي الحاجة اللي نكرهها انا في الفولار، على خاطر لازم تكثري من القش تحتو. انا نحب في الصيف نلبس حاجة خفيفة وباردة. البنات شريت ثاني هذه لا شوميز تاع صيف، شريتها 185 ألف، راني مبين لكم لو بري تاعها. هذه ثاني جات 100 مانش، جاو شويه عندهم لي مانش كي يجيو خارجين هكا كيما الفراشه. ثاني هذه كي تلبس، حبيت تلبسيها فوق ان بو، ولا حبيت تلبسيها لتحت وفوقها اون فيست كيما لا بلونش هذيك فوق كلاسيك، ولا اون فيست جين ثاني تجي روعه. هذه ثاني مشرية من الجزائر، بس قشها تاع الصيف كامل اللي شريته من الجزائر. البنات راح نحبس لا فيديو، راح نكمل لكم الفيديو ثاني. قبل ما نحبسه راح نعطي لكم لو جين اللي راح تلبسوا مع هذا، مع هذه ومع اللي قبلها. هذا لو جين اللي راح تلبسوا مع لا شوميز اللي قبل هذه واللي قبلها. هذا جا بلو جين، شريته 320 ألف، حتى هو من الجزائر، لا كاليتي تاعو بزاف مليحة، لو فغي جين شوية جاها مزير، أنا ما نحبش نلبس حاجة مزيرة بزاف باسكو نخمها على حجابي. المهم البنات هذا هو الفيديو، وراح ندير لكم فيديو ثاني وثالث ورابع إذا حبيتوا تشوفوا مشتريات أختي. راح ندير في العناوين كي يكون تاع اختي راح نقول لكم تاع اختي، كي يكون تاعي راح نقول لكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر.